السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم معنا أكل نعمله، بس عنا شوية ملاحظات حنتذكرها أنا ويكون. أنا بالخبرة تعلمتها وأنتوا خليكن تتعلموها كمان وتتذكروها، إذا بتعرفوا إذا ما بتعرفوها تتعلموها. عندي عجين بدي أعمل، أنا طحين بدي أعجن، بدي أعمل مثلاً بيتزا، بدي أعمل فطاير، بدي أعمل لحم بعجين، بدي اللي بدي أعمله. فشو هي الأشياء اللي بدي استعملها ليكون عنده العجين خاصية خاصة، يعني يكون عنده شيء من الملمس، من الليونة، من الهشاشة، يعني الشيء اللي بدي أنا، شو المادة اللي بستعملها ليصير عنده صفة أنا بدي إياها لها العجينة. مثلا هلأ نحن عنا قلنا الطحين، عنا الحليب، أضفنا الحليب ليه؟ طبعا مع الملح، مع شوية السكر، مع المي الدافية، مع الخميرة إلى آخره. ليه أضفنا مع هالمكونات أضفنا الحليب ليه؟ لأنه الحليب بيعطيه خاصية الطراوة. بدك عجينة أو بدك عجينة طرية بتحطي حليب أو شيء من الأنواع الحليب. مثلاً عندك اللبن، لبن الزبادي الرايب، هيدا اللبن الزبادي إذا حطيتي شوي، نص كوب مثلاً حسب كمية الطحين اللي عندك، كمان بيعطيه طراوة للعجين. طيب هلأ خلصنا نحن الحليب، عرفنا أنه بيعطي طراوة. عندنا البيض، ليه بحط بيضة أنا أحياناً مع العجين؟ لأنه إذا بدي يرفخ ويكون طري كمان نفس الوقت، بيرفخ وطري، طبعا هيدي إضافة للطعم المختلف. هاي البيضة بتعطيه، بيرفخ شوي العجين وبيكون طري هش. طيب هلا ليه بنستعمل الزبدة؟ الزبدة بتخليه العجين يفت، يعني يصير ما يكون يابس أو ما يكون طري مغط، بيصير يفت بالزبدة، من الزبدة طري وبيفت. طيب هلأ عنا السمنة، ليه نحنا بنستعمل السمنة؟ إمتى بنحتاج السمنة؟ السمنة بنحتاجها بالعجينة لما بدنا العجينة قرمش، بيعطيه قرمشة، تخبزوه بطعمي قرمش أو بتقلوك حسب. طيب هلا شفنا خاصية السمنة والزبدة والحليب. عنا الزيت، زيت الزيتون، ليه بنستعمل، نحتاج أحيانا لزيت الزيتون؟ نحتاجه لما بدنا العجينة تفت، بس ما بترفخ، بتفت منيح. هيدا بنستعمله مع لما بنعمل أصابع زينب أو المعركون اللي نعرفها نحنا، بفت العجين فيها، بتقسم هيك فت، ما بيعليك وما بيمغيت، نحط له زيت ليفت، هيدي خاصية الفتة تاعت العجينة. طيب هلأ شفنا نحنا المكونات اللي بنستعملها، إمتى بنستعملها؟ في عنا بعد نحنا مثلا خميرة أو بيكنج باودر، إمتى بنستعمل الخميرة؟ هي الخميرة. وإمتى بنستعمل البيكنج باودر؟ اللي هيدا البيكنج باودر، نستعمل الخميرة لترفخ العجينة. قدي بدنا إياها ترفخ، بنحط كمية من الخميرة. وإمتى بدنا يرفخ ويفت؟ نستعمل بيكنج باودر، يرفخ ويفت العجين. الخميرة بيرفخ ما بيفت، بس طبعا ما إنه ما بيمغط، بس بيرفخ إنه بيفت، بس ما بيفت بهالطريقة اللي بيفت فيها البيكنج باودر. شفنا هلا كل واحد شو خاصيته وامتى بنستعمله، اي نوع من العجين بدنا. هلا ليه بنستعمل المي السخنه او طبعا فاتره؟ السخنه ما بنستعملها سخنه كتير، ليه؟ لانه بتروح مفعول الخميره او البيكنج باودر، بيروح مفعوله، بصير كانه ما حطينا، فمشان هيك بنستعملها فاتره كتير المي. هلا نحن عجننا العجينه،
دغري بنستعملها من رقه او من نعملها بالقوالب او نعملها بالاشكال اللي بدنا اياها، لا لازم نتركها اقل نص ساعه، نتركها نص ساعه. ليه نتركها نص ساعه؟ لحتى المكونات اللي فيها تتفاعل مع بعضها، تعطي التفاعل تاعها للطحين، والطحين ليتشرب منها، يتشرب منها ويعطينا العجينة اللي بتصير تتطوع معنا طيعة، يعني نصير نقدر نشكلها ونرقها مثل ما بدنا، مش هيك منريح العجين. هيدي هي المعلومات اللي حبيت أنا أقولكن إياها، وهلأ نحن إن شاء الله بالمونتاج منحط لكم الليستة على الشاشة. طيب هلا ان شاء الله تكون الفائده اللي انا استفدتها وانتم استفدتوها عجبتكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.